الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناه المحور. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الطبيب. يمكن مشاهدينا كلنا عارفين ان اصعب حاجه في مرض السمنه هو قله الحركه. وقله الحركه بتؤدي لتعب نفسي وبتؤدي لتعب جسدي، بمعنى لو حد ما بيتحركش ان هو في الحاله دي خلاص وزنه هيزيد اكتر، ركبه توجعه اكتر، مش قادر يعمل اي حاجه، نفسيته متدمره، نفسه يخرج ونفسه يروح ويجي ونفسه يطلع سلم ونفسه يعمل كل الحاجات دي، بس للاسف الوزن الزياده مؤثر على حركته وبالتالي عنده حاجات كتير جدا وبيلف في دايره مغلقه يا مروه وما بيبقاش عارف يتصرف ازاي. مظبوط. وطبعا كل الساده المشاهدين وكل السيدات اللي دلوقتي قاعدين بيشوفونا، طبعا كلنا عارفين الحركه لما بتقل الاراده كمان بتقل، ولما الاراده بتقل ما بنلاقيش غير حاجتين قدامنا نعملهم، نقعد قدام التلفزيون وناكل. طبعا كل ما بنقعد قدام التلفزيون وبناكل بننسى خالص فكره الدايت وفكره التارجت اللي احنا حاطينه وفكره ان احنا عايزين ننزل في الوزن. ولكن طبعا احنا النهارده بنيجي بفكره جديده يمكن ساعدت وساهمت ناس كتير جدا، ممكن برده نقعد في البيت وممكن ناكل برده اللي احنا عايزينه، ولكن النهارده الشهيه هتبقى اقل من الاول ومش هيبقى عندنا نفس اكتر يعني زي الاول زي ما بنقول. طبعا احنا بنساعد كل الناس اللي عندهم زياده في الوزن وهنتكلم بالتفاصيل اكتر، ولكن خلونا نرحب بضيفنا اللي دايما مضيف لنا كل جديد في السمنه. ضيفي النهارده هو دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه. اهلا بيك يا دكتور احمد. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا رنا؟ الحمد لله تمام. يمكن دكتور احمد مشكله الاراده مش مشكله فرد، لا دي مشكله ناس كتير، فئه كبيره، مشكله مجتمع فعلا، ما بيبقوش عارفين يسيطروا على نفسهم. ويمكن زي مروه ما قالت لما الحركه بتقل هو خلاص قعد فبيستسلم فبياكل اكتر ويشرب اكتر وسمنه اكتر. تمام. الحركه هنا يعني عاوزين نوجه كلمتين اتنين. طبعا فكره ان الناس اللي هي عندها سمنه لدرجه ان هي اثرت على حركتها فما بيقدروش يتحركوا نظرا لمشاكل المفاصل والكلام ده كله، فبيبدا يتعالج من مشكله يقول لك انا عندي ركبي، انا عندي مفصل الحوض، انا عندي مشاكل، فبيبدا يتجه الى المسكنات وي 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 وي، وفعلا بيكون غايب عن ذهنه خالص ان هذه الركبه خلقت لانها تحمل مثلا 70 كيلو مثلا 80 كيلو، هو مثلا شايله 120 130 كيلو. فعلا بجد الاحمال، هذه الاحمال الزياده بتاثر، لان الركبه دي عباره عن طبعًا اربطه طبعًا، عباره عن سائل ما بينها، وعباره عن المفروض يكون بتشيل وزن معين بالظبط كده بالظبط. فبالتالي ده بيصاب، المفاصل دي بتصاب بمشاكل. فانت عمال بتعالج حاجه وانت سايب الوزن، ما هو الحل ايه؟ ما انت لو انت قعدت بتاخد مسكنات، المسكنات دي على المدى الطويل، ودي من اهم الحاجات اللي بنحذر منها، وادمان المسكنات نتيجه مرض السمنه، بان احنا واخدين الحجه في النهايه ان احنا عندنا الام في المفاصل وعندنا الام في العمود الفقري. فبالتالي ده مهم جدا جدا الناس دي ننبههم ان السمنه هي السبب، فارجوك ابدا خد الخطوه عشان ما تخشش بعد كده في مشاكل في معدتك ومشاكل في الكلى والكلام ده كله. نيجي عند الاهم، الناس اللي هي ما بتتحركش كتير، اللي طلعوا معاش او ست البيت او اللي عندها كتير جدا حاجات في ما بتقدرش تتحرك او تقدرش تروح الجيم او ما بتقدرش ما عندهاش الناس اللي ما عندهاش نادي تروح تتحرك فيه والكلام ده كله، كبار السن، الحقيقه الحركه لا تساهم في انقاص الوزن بدرجه كبيره. فما تقعدش تأزم نفسك، لان في ناس بتيجي تقول هخس ازاي يا دكتور وانا قاعده في البيت طول النهار. طبعا احنا عايزين الناس كلها تتحرك والناس كلها تروح، لكن في النهايه انقاص الوزن بيعتمد على الاكل. طبعا ازاي هتاكل وامتى هتاكل وازاي هتنشط نفسك على الاكل وازاي هتفطر الصبح وعلى الاراده كمان. القوانين يا جماعه اللي هنقعد نقول منها لحد يوم الدين اللي هي ربنا خلقنا بيها وما ينفعش نعدلها وما ينفعش نلف وندور حواليها. الفطار الصبح اول ما نقوم من النوم هو اكتر منشط للحرق، الاكل كل 3 ساعات لتحفيز الحرق، وشرب كميات كبيره من المي. طيب الاكل كل 3 ساعات وتقليل كميات الاكل. تقليل كميات الاكل دي بندخل بقى في جزء الاراده اللي انتوا دايما بتتكلموا فيه.